لو عندك مشكله ان الماوس صغير فمش بتشوفه في الشاشه، ممكن تكبر من حجمه وتغير لونه كمان، وده علشان يبقى سهل انك تشوفه من غير ما تحرك الماوس كتير. او ممكن حتى علشان لو نسيت النضاره او نظرك ضعيف، اول حاجه هتفتح السيتنجز وبعدين ايز اوف اكسس وهتختار كورسر اند بوينتر. هتلاقي عند البوينتر سايز سلايدر، ممكن تحركه يمين وشمال علشان تزود او تقلل من حجمه لحد ما توصل للحجم اللي عاجبك. وبعدين هتختار لون يعجبك للماوس من البوينتر كولر او ممكن حتى حاجه من دول، وانا من رايي احسنهم هو التالت لانه لونه بيتغير عكس اللون الخلفيه، فالكونتراست ريشيو دايما بيبقى مظبوط وهتعرف تلاقيه بسهوله.